ممثل الوكالة الحضارية إخواني في الجمعيات قائم على العرض والقسم التقني مبادرة جيدة في هذا اللقاء والتي طلبناها نحن كجمعية مجتمع مدني وإضافة ما قاله الزملاء في تدخلاتهم في الحقيقة أن هذه المبادرة جاءت في وقت متأخر هذا نعترف به نحن كجمعية المجتمع المدني في أزمنة فطلبنا كما قال الزميل الذي كلفناه بقراءة مجموعة من القراءات أو من الإضافات أن الهدف من هذا الطلب هو أن تتم قراءة لهذا التصميم الجديد وهدف من هذه القراءة هو ما هي القيمة المضافة التي أتى بها هذا التصميم على غرار التصميم القديم. العرض لقد استمعت له في شقه الثاني يعني ومن خلال تدخلة الإخوان أنه يطرحوا مشكل الطرق أنا تدخلي على شكل آخر وبثقة أخرى لذلك نهضروا على الطرق يعني يالله باش نبقاو مدينة أو باش ما تخرج وباش ما تحكوش علينا مدن أخرى بهذه الصفة لماذا؟ لأن خاص يكون عندنا واحد التصور لهذا التصميم من مساحات خضراء وملاعب القرى ثم لقد سبقت جمعيات في التخطيط الاستراتيجي وفي مجموعة من اللقاءات وفي تقديم البطائق موجودة في مجلسكم الموقر اقتراحات مجموعة من الاقتراحات كاين جريان المياه نحن كنعرفوا بأن الظلام كتصب الشتاء كتكون جريان كتغرق المدينة في جريان المياه واقترحنا عدة اقتراحات باش تحول هذا المياه إلى الوديان رغم أن عندنا الوادي راه كامل هنا من البلدية بوبنون وزباغ إلى غير ذلك الأتي من بيستا هذه كثيرة هل أخذتم بعين الاعتبار هذه المياه التي تغرق فيها مدينة الفران أثناء ثم مساحات خضراء منين كيمشيو الناس كيبنيو تمر رخصة كذا كنسمعوا بأن هذيك راه مساحة خضراء لكن بعد حين كيدوز الوقت ذاك المساحة الخضراء ما كايناش لها أثار ونحن كجمعيات وكجمعية بيئية نطالب بهذه المساحات الخضراء تدرج في التصميم خصنا مساحات خضراء غير بنا غير الشوارع غير الطريق غير كيف خصنا مساحات خضراء ثم ملاعب القرب كما قالوا الإخوة كنمشي حتى نرجع دار الأبناء ديالنا كنمشي حتى نرجع كنضطروا نوصلوا حتى نرجع دار حتى الأخوان باش يمشيو يلعبوا باش كنرجعوهم بالليل عاوتاني خصنا ملاعب نفكروا كاين كيف سميتو بقعة أرضية إذا هذه هي القيمات المضافة التي فرحنا نحن كجمعية المجتمع المدني نفرحوا بهذا التصميم ما بقينا غير على الطريق راه داز ليا في ظهري ولا في الارض ديالي ديما في الحال الاخر ديالي الشخصيه ديال الطريق ديالي لا خصنا القيمه المضافه لهذه البلديه الكيتميتو ثم خصكم تاخذوا بعين الاعتبار الاقتراحات اللي كدار عليها باش حنايا نفتخروا وديما كنفتخروا بكم كمجلس بلدي يعني الاقتراحات اللي كتقدمها جمعيه المجتمع المدني هي لان راه عين اخر ديال البلديه عين اخر هي راه كتجالس كتجول كتشوف كيجيو الناس عندها السكان كتجتمع اذا هذه الاقتراحات تاخذ بعين الاعتبار ما عنديش الوقت باش نقول دابا كيف سميتو تاخذ بعين الاعتبار وانتم ادرى بها وعندكم الاقتراحات اللي ديجا اقترحنا واعطينا الاقتراحات في هذا المجال مثل الخضراء الملاعب التحويل الى غير ذلك والسلام عليكم ورحمه الله. بعين الاعتبار فهذا هو العمل بالإضافة إلى مقترحاتهم وتوصياتهم حيث لاحظنا بأن الأمر يتعلق بالمدارس بالمساجد بالطرق بالمساحات الخضراء وأمور أخرى متنوعة. أبدأ من حيث انتهى الأخ حبيبتي وهو في 2008 طرحت مسألة حماية مدينة أزغنغان من الفيضان. هذه النقطة لا أثر لها في التصميم. بمعنى
أعتقد كنا في اجتماعات مع البلدية ومع العمالة، أقصد جمعية المجتمع المدني، كنا اقترحنا وحتى من السلطات المحلية اقترحت أن يكون هناك طريق دائري يحيط بالمدينة، بالإضافة إلى حماية المدينة من السيول والفيضان عن طريق التشجير وعن طريق بناء حواجز وتحويل بعض المجاري بعض الأودية. هذا ربما يجب أن يشار إليه في التصميم. النقطة الثانية، أنا أذهب بعيدا، يعني هل نملك دراسة حول عدد التلاميذ الموجودين عندنا في مدارس الزهرة؟ عندنا 9 مدارس ابتدائية، 3 إعداديات، ثانويتان تأهيلية، بمعنى أننا أمام كم من هائل من الأطفال والتلاميذ في مقتبل الأيام. فما موقع الثانوية التي سرقت منا سابقا؟ ثم هناك ملاحظة حول مدرسة إم شروغن ومدرسة الويسي، نحن مع هذه التوصيات ديال البلدية، ولكن أين مكانها الجديد؟ تجزئة العمران غائبة في التصميم، يعني سرق الملعب الذي كان فيها، ساحة خضراء والمسجد. ثم نسمع عن دور الشباب، عن دور الشباب وعن مراكز الإيواء، رغم أن المدينة تتوسع، هذه ملاحظة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. كان هناك طريق معروف يمر من خلف مقبرة المسار من شارع سعد بن أبي وقاص ويصل إلى زنقة غزة، يعني لم هل حذف أم أختم بالإشارة إلى ما ذكره الأخ الذي كلفناه السي إبراهيم، يعني تخفيف الضغط على شارع محمد الخامس. يعني أقترح أن يكون هذا الأمر يؤخذ بجدي، لأننا أمام ضغط حقيقي وتلوث كارثي، يعني اختناق تام للشارع. ثم بالنسبة للمركز الصحي لأزمغان، يعني أعتقد أن المساحة قرصت أثناء البناء، فإذا بنا نسمع بأنه يجب أن تحذف المساحة التي وراء المركز الصحي، يجب أن تضم إلى المركز الصحي ليتوسع. تبع القومية وتبع القوات المسلحة الملكية، ولا تفرقش بعض القطع اللي تعطات بعض المصالح خارجة عن نطاقنا على المهارية البلدية. هناك مثلا واحد القطعة تعطات الجمر، ما فهمناش اش من دخل الجمر في زنبان، بينما نحن في أمس الحاجة إلى أي مقطع، إلى أي شيء من التراب المحلي. هناك شيء آخر، قلنا التنمية مشات، وبغينا نفتحوا كي سميتو زغنة، نفتحوا زغنة، كان عندنا مقترح ديال المجتمع المدني، وهو المدرسة تكون عائق وسط المدينة. حنا التصور اللي كان عندنا باش حديقة المسيرة الخضراء تمشي مستمرة حتى لباب الثكنة. الثكنة غادي يتم ترميمها، وداخل الثكنة يجب استغلالها، ما غاديش نسمعوا فيها. ملي كنا نجبدوا هذا الحديث هذا أمام البلدية، التكنة تابعة للقوات المسلحة الملكية، بينما نلاحظ أنهم تعطات لهم 53 رخصة، ماشي رخصة بناء، رخصة إمارة، معناها جاو الناس وسكنوا وعطوا رخصة إمارة بغض النظر عن تبع الأقرب. وبينما نحن في أمس حاجة حاليا إلى تطوير أو توسيع المدينة، باش نوصفوا المدينة تحتكم، نحن فكرنا في خلق شارع كرياسيون دان بولفار، بمعنى المقاييس، بالمقاييس العالمية، ما معنى بولفار؟ بولفار للتجارة كمتنزه وكما هو سائر البلدان. كذلك الإخوة في القسم التقني مشكورين، قالوا بأن تصميم التهيئة شمل 100% من تراب الجماعة بقدر الجبال والغابة. أنا أختلف معه في هذه النقطة، لأنه للأسف الشديد سجلنا ظاهرة خطيرة في الأونة الأخيرة تمثلت في الزحف على الملك الغابوي. هناك منطقة قرى تنمية نبيتة محجود تابعة للغابة، كانت هناك ربما تجمع سكني وراء عريق،
وتم إيقافها في فلسطين. هناك طروج على أن هناك جهات نافذة تستفيد من هذا المشروع، وبالتالي هذه الوقعة كانت مغيبة أو غائبة عن هذا التمر. نرجو من المجلس المحترم واللجنة المعنية أن تفيدنا ببعض الإيضاحات فيما يتعلق عن هذه بهذه الوقعة، أنه كما تثبت هناك أشغال الحفر وكانت هناك على مشارف البناء، وبالتالي فحماية الملك الغربي نطلب من المجلس المحترم أن يرون لنا إيضاح توضيح في هذه النقطة. خلال السنوات الأخيرة انطلاقا من الميثاق الوطني للبيئة، إذ يجب أن تسمين سيارات وتقوية العناصر التي من شأنها تقوية التوازنات الإيكولوجية والبيئية. وهنا أضم صوتي إلى صوت الأخ مقربان الذي تحدث عن هذا الترابي على جزء من ذاكرة إزغلال. أزرهمار هو جزء من ماضي وحاضر ومستقبل إزغلال. إذا لأسباب نريد أن توضح يجب أن نحمي مجالنا الغابوي ونحمي من زحف المقاولين وتحويله إلى أموال خاصة. وشكرا. بالنسبة للتسمية ديال السيارة الجديدة 2016، لذا غادي ندور كلمة مع الأخ ديالي باش يضحكم شنو وقعنا نيشان في هاد البلاد ديالنا. ياك الحسن ولا اختك ولا بلا ما تبينوا ديروا لنا البلان باش تبينوا ديك السليوان باش نبيعوا، يعني ضرينا بزاف ديك السليوان. يعني الحافظ ممتد زعقل يعني جبد شي اخطاء ولكن كنزيرو ما هضرش عليها، يعني ما هضرش عليها. يعني لك السي حافظ اللي تسمى البلان يولي لي ديك السليوان غادي نكملوا. مشروع في الديور ديالك تقريبا ما غاديش توقع، يعني مشات هذاك 20 متر عندنا واحد القطعه يعني المطلب ديال التحفيز ديالها زعما اللي هضرنا الرمبوان كما كتشوفوا هنا في الرمبوان كبير بزاف هي اللي كتشوفوا هنايا درنا الرمبوان كبير وطرق فيه ديما هذا شحال من عام؟ لا اسيدي شفتوا لي كاع القطع حنا كترحبوا لكن كنرحبوا الامام العام، امام العام كنرحبوا بالمصالح العامه. نعم سيدي. واخا تكون على ظهرنا ولكن ما يكونش فيهم ديك النوع ديال مافيا ديال العقار يبقاو يجيبوا لنا ديك الصفقه ديال الخاويين. حنا يقولوا لنا 96. نعم. عطيناكم قطعه في الحسن. مع الوزير. مع الوزاره. يعني صراحة وكلس كوسا يعني جميع المصالح اللي كانت في الشمال شمال أسبن غان يعني حي كاسليون راه دارت فينا حنايا. واش نتعشب على المقابل؟ وصلنا عندهم لا والو وكلس كوسا عندنا واحد القطعة قدام الدار ديالنا راه فيها 1000 متر ردوها لنا كاملة 10 متر ردوها لنا 20 متر يعني خلونا لنا واحد البلاصة نديرو فيها الكيوسك. هاي شوف يا ربي شوف يا ودي شمال زنغان كاع الشوارع عندهم شمال زنغان. الزنقه ديال الزيت واحد الدار ديالنا مشى فيها نص الدار ديالنا مشى وهذيك هي الاولى فيها اربعه البولور حتى هي خصها تمشي. الو السي وبالتالي باش نضمنوا النقاش يمنعوا من عن باتا يجي متدخل لا ما يكون باللائحه الله يرحم الوالدين. الله يجزيكم بخير. هاد اللقاء ديال لقاء تواصلي مهم جدا، ورموز على النص والهدف النص
نشي نستدعد الممثلون المجتمع المدني الاثنين الى جد كلمه الاولى والاخيره ديال الاجتماع الاثنين اذا ما غيبش ندير اقتراحات نصف نشي نخشى الفرصه للاخوان المتضررين باش ما غاديش كنبقى قصانا نبقى مشينا نرميه نخشي سن كلمات ولكن تشخص طريقيه شي كسيدي محمد هاي خاصة من تقصد التامين الشكاية اللي شخص غالب مسجلة الإخوان قد زرت فقدت عن خاص سجل انتد ولكن وكما ما أرضوا إلى الثلاثة سنة الشفاء أذكار أبن غير وضح المسائل من جديد الإخوان ذاني تن الجمعية يقل كل شيء الأخوة قاعدة قد تمثالنش الإخوان ذاني الجمعية ذاني تن قد تمثالنش ورشك إذا الله جزيكم بخير أنا تلخص الله يخليك باش نتفادى شكرا النقاش الأرض هذه تجولنا فيها على الضمات اللي ضربنا فيها الرامبون هذه رادارات تنظر سي محمد من دير تقابل الحكومات كيف تدي الشكاية نعم أسيدي ولكن واحد الحاجة اللي ما زبداش الحافظ غادي نقول لكم على بالنسبة للواد اللي كيهوت من زرهم مار الحافظ غادي نزيدوها هذاك الواد اللي كيهوت من زرهم مار راه عيب وعيب وعيب وخطأ كبير وخطأ فاتح داروه الشارع واد عباد الله داروه الشارع ها هو بس بلاطاش شوية الإخوان تقول بعض اللغات اللي كانوا ذكروا هي لغة جوالية وعندي شي عندي بعض سؤالين يعني تصميم جديد جاء لمدينة الزمان ولكن كنشوفوا واحد الهائل ديال الشكايات ديال المواطنين وبغينا نسألكم يعني كيف سيكون التعامل مع هذه الشكايات وكيف سيتم إشعار الجالية المغربية بالخارج نجي نسأل هذا الدور يعني المهم مشى خلي بالك أي جمال الإقامة الملكية نجي مشى نختار تواليت السيسون خلي بالك الإقامة الملكية خلي بالك مدرسة أو الموهبة وإذا مشى نخوة سيحق شطور في الجوازة وطيلة من إخلال المدرسة ونجي مدرسة ونجي حاجة بالنسبة لنختار مرني بالنسبة نور الديسين فقط شعرنا وشي تصوني في الدومي أكثر وسكننا قانون مرور هو الزيت الأزيد أربعة وانسي ما يجيب ستون وزيت وشان تولي أكثر ما عندنا ينغي نور الشيء ونسبة لنا القطعين دو زرمي أحد المتضررين يعني اللي عنده واحد قطعة حي مشروطة يعني ما شفت والو ما بنهضرش عليها باقي عندك بلاصه اللي فيها منطقه خضراء كاينين تماك الكلور يعني عندهم انهار ولا قطر الشرب يعني انا واحد من الناس مواطن يعني انا عندي قطعه لقطه على الديور ماشي جات شي بلاصه يعني مستحيل فيها البنيه يعني كاينين ناس ساكنين بالموضوع انا لا رحت عليها ولكن ديك البلاصه في ديك المنطقه يعني بنيه ودار عليها ان مساحه خضراء صافي ما تذكرش يعني احنا كاريين مدة طويلة هذه والكرامة قاسة وواحد ثمن يعني 1500 درهم يعني درنا مجهود كبير باش حصلنا على هذه القطعة يعني بملكية و يعني خصنا نشوفوا توضيح على هذيك البلاصة هذيك يعني شنو كاين فيها في الطريق. وعضو في جمعية الاتحاد الإصلاحي العسكري كنشكروا قسم التقني على بالنسبة للنقطة اللي حطها ديال تخصيص السكن العسكرية لمشروع حضري كبير رغم أن يعني حطوا هذه النقطة رغم أن كان المجتمع المدني شارك واحد في السابق شارك بأن كيدافع على التراث المدينة وحط هذه النقطة هذه بالترميم والإصلاح ويعني خص هذه النقطة هذه تقام يعني داخل المدينة كنلاحظ الناس كتجي من الإطفال وكتجي خارج البلاد وعندهم غير على هذه المنطقة إلا حنا غير كنصطدموا الأمر الواقع ديال الناس ديالنا اللي خصهم يعني يتهربوا
تعوض هذه المنطقه هذه اللي كتشكل واحد النقطه مهمه داخل مدينه اسمعال. وحنايا دابا بغينا الاخ يعني نشرحوا لنا شنو هي تخصيص هذا التكن هذه المشروع يعني مشروع حضاري كبير. هذه كنقطه. النقطه الثانيه يعني كما كشر الشخص يعني هذا الزلزال اللي يعني منه المنطقه ديال حسين مار ومالور وبعض الجهات الاخرى يعني مجلس بلدي لاحظنا انه لم يقم باي تدخل من اي وسائل لا من ناحيه يعني الدراسه واش وقع شي حاجه ولا ما وقعش لهاد الناس واش يعني وقع شي كارثه ولا ما وقعتش رغم ان جوج ديال الناس راهم نحلوا هذيك البلاصه يعني الضيوف ديالهم تاثروا بهذا الزلزال هذا. وحنا اذا ما كانوش كنستغلوا كنفكروا حنا في المشاريع خصنا نخصصوا لها مشروع كبير خصنا ولكن هاد الناس المعاناه اللي كيعيشوها الداخل ما كيفكر فيها حتى شي واحد رغم ان المعاناه الكبيره اللي يعني كيعانيو بهم هاد السكان هذا. اذا كنا حنا تابعين هذا المجلس البلدي شنو هي الاستفادات اللي كنستافدوا من المجلس البلدي؟ شنو هي المخططات اللي كتوضح على المجلس البلدي كدراسه وكتدابير مهمه لهذه المدينه؟ راه هذه النقطة المهمة داخل مدينة قزوين. هاد النقطة هذه ماشي كما سمعنا في واحد أحد المواقع الإلكترونية شاروا أن نقطة السكنة العسكرية أنها نقطة سوداء. بقوا كيستغلوا هاد الناس يعني الشفارة وكيوقع فيها التمساج. هذا عيب وعار. هنايا كنعرفوا كما حكوا بين قوسين بأن هذه المنطقة هذه يعني تعاني لا بالنسبة للإدارة العمومية ولا بالنسبة حتى الإنارة ماشي حتى الإنارة العمومية حتى الإنارة المنزلية كنعانيو منها ومن الماء الصريح للشرب وبزاف ديال المعاناة. النقطة الثانية ما هي التدابير والمقاييس التي يتخذها المجلس البلدي في اختيار الأراضي التي يعني تقوم فيها مشاريع منها المناطق الخضراء؟ واش هذا من الواقع أننا نصبغوا ونديروا تصبيغ المنطقة الخضراء عن السكن ولكن في المواقع المخصصه لهذا المشروع ماشي حنا اللي كنديروا السكن ونديروا هنا منطقه خضراء كما وقع في شطار وانا من احد المتضررين في الارض ديال البزول. انا شريت تما ارض الله ودي انا شوف فين ساكن ساكن في التكنه التكنه متضررين جيت باش نبحث انا باش نخرج واحد وقت الساكن لاعب الا كانت تستضر 2000 انا شريت ارض في 2012 كنصرف 2013 دابا في منطقه خضراء وهذيك الارض بعيدة شد البعيد عن المنطقة الخضراء. وأنا ما كتعرفوا هذه المنطقة ماشي سميتها ديرها عارف هذا سيدنا الرئيس راكم عارفين هذه المنطقة في جد ديال شعطار. يعني سبحان الله العظيم لا وجود لمنطقة أخرى في ديك البلاصة ما تصلحش. لهذا علاش المجلس البلدي ما يتخذش واحد الإجراء وما كيفكر أنه ياخذ القرار من منطقة خضراء قبل ما توضع كمنطقة خضراء يعيطوا للناس اللي كاينين مسؤولين على ديك الارض ويقولوا لهم حنا بغينا نديروا منطقه خضراء في البلاصه شنو هي واش عندكم شي اعتراض على هذا الشيء ولا عاد توضع حتى يوفر عاد توضع ماشي توضع عاد تكتبوا على هذا الناس. اولا كنشكروا الجمعيات اللي دعمت الزملاء اللي دعمت اللقاء كنشكروا مركز المجلس البلدي المتحدث بهذا اللقاء كما نسال القسم التقني على المجهود الكبير اللي دار خلال العقد اللي تبعناه الى رانا ودار مجهود كبير ومجهود جبار اكثر في تلقي الشكايه ديال المواطنين والتتبع ديالهم. لان النقطه المركزيه اللي بغيت نمشي ليها في هذا التصميم التهيئه هو انه من يمكن من 2009 ولا 2013 كيركزوا على ازمغال على انها مدينه للنوم ولا مدينه للسكن. واش ما تفكروش نديرو شي قضيه ديال الصناعه التقليديه ديال زنغال نفكروا شويه في الرواج التجاري لمدينه زنغال ماشي نديرو نبنيو هنايا هذه منطقه سكنيه هذه منطقه خضراء هذه منطقه سكنيه هذه منطقه خضراء والمواطن اللي ماشي موظف ما عندوش داخل القانون ما عندوش كذا اش غادي يستافد؟ على الاقل بعدا نشوفوا في التصميم التهيئه في السوق شي حاجه سميتو قريه الصناعه التقليديه راه كاينين الناس ديال بنيشيده راه كاينين كذا نقدروا نستافدوا من هذا البلايص ما كانش عندهم تصميم تهيئه
هذا الشيء دابا المجلس عطى رخصه هذا النهار هذيك البلاصه جا فيها طريق سميتو المجلس البلدي عطى رخصه لشي واحد يبني تما هذا النهار جا فيها طريق من المسؤول تحدد المسؤوليه لحقاش البلدي عطات له الرخصه هذا النهار غيكون متضرر دابا حنا غنديرو التماس لا هذاك الطريق حيدوه من تما نمشيو شكون دار الخطا نهار الاول هذيك البلاصه ما فيها ما عندهاش تنظيم ديال الكوارث شنو نعطيو ليها تخفيض باش غدا بعد غدا البلدي ما تحملش المسؤوليه هذيك اللي بنات ما هو اللي تحمل المسؤوليه اما النقط الاخرين تقريبا كاملين اشاروا لهم الاخوان غير واحد ملاحظه قبل ما نديرو شي طريق ولا قبل ما نشوفو شي بلاصه نفكرو في البنيه التحتيه ديالها باش نجيو نديرو البيروطريق ما نديروها لا واضحه لا من يدوز هذاك الشتاء لا البوست ديال التليفون ولا كذا الثاني ولا شي تعرف كان يجي مقاول حفار ديال كما كيوقع دابا في جوج شوارع.